وهو يوم جديد وهو يوم أحد وهو تاريخنا اليوم 18/10/2020 شهر 10 يونيو تمويلي تشرين الأول. يجب أن نبدأ يومنا بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم وهي تعني بالبسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم من أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم يا تمويلي بدنا نعمل مراجعة أنا وياكم بسيطة سهلة سريعة للحروف اللي أخذناها سابقا. نطلع عنوان هذا البيت الجميل، ما هذا البيت؟ أحسنتم إنه بيت حروف المال. نتذكر من سكن في هذا البيت، في البداية حرف الآ وهي الألف الممدودة، أيضا الألف المقصورة وهي الآ، أيضا أو، أيضا إي بأول الكلمة وحرف الإي بآخر الكلمة. خلينا نتذكر كتابتهم مع بعض، يلا الكل معي نعملهم بإيدنا. بدي أشوف يلا الجميع يرفع أصبعه ويعمل معي كأنه عم يكتب كتاب. ضع يدنا على النقطة وننزل بخط مستقيم لامس الصفر، ما هذا الحرف؟ إنه حرف آ. بلف لفة، راس البطة، بطن البطة، ودربة، هذه هي الألف المقصورة وصوتها آ. أيضا حرف الأو، خلاص بنلف لفة لفوق وبننزل زي الزحليقة، برافو عليكم. أيضا حرف الإي في أول الكلمة، خط شارب ونقطتين. لكن تختلف عنها انها ايها نقطتين، احسنتم. ايضا حرف الايه في اول الكلمه، بشبه حرف الاي في اول الكلمه، ايضا حرف الايه في اخر الكلمه، خط شارع خط ونقطه تحت الصفر. ايضا ذكر هون كمان اخذنا حرف الاي وهو حرف الاي، تذكر طريقة كتابته، نقطة فوق السطر، بنلف لفة، بنسكر اللفة من فوق، ونكمل على السطر، هذا هو حرف الاي في أول الكلمة. أيضا نحط نقطة على السطر، نطلع جبل، وبنمشي على السطر، وبننزل رجلها لتحت. وهذا هو حرف الإن في آخر الكلمة. هذول هم الحروف اللي أخذناهم سابقاً. اليوم بدنا ناخذ حرف جديد، وبدي أحكي لكم قصة حلوة كثير جميلة صارت مع الموت. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هنالك أرنوب جميل ولونه أبيض. هذا الأرنوب استيقظ من النوم باكرا وغسل وجهه وفرش أسنانه بالفرشاة والمعجون ونشف وجهه باستخدام البشكير وتعطر بعطر جميل تصبح رائحته جميلة. وذهب إلى والدته وطلبت منه أن يذهب إلى السوق ليشتري لها الحاجيات التي تحتاجها في البيت. ذهب أرنوب وهو مسرعا إلى البقالة واشترى ذرة وأرز ورمان ودراق وخيار وبرتقال وتمر. ولفت انتباهه منظر جميل وهو برج، وهو برج واشتراه لأنه أعجب بمنظره ولونه. واشترى أيضا عصير لأنه كان عطشان وشرب العصير. وفي هذا ذهب عاد إلى البيت وأعطى هذه الأشياء لوالدته
وشكرته والدته على سماع كلمتها، وطلب من والدته أن يذهب ليلعب مع صديقه خروف، ولعب مع الخروف بالكرة وأيضا بالسيارة. وبهذا ننظر هنا إلى هذه الكلمات التي ذكرتها في هذه القصة، وننظر إلى الحرف المتكرر الملون باللون الأحمر. ما هو هذا الحرف؟ هل تعرفونه؟ أحسنتم، إنه حرف الراء، اسمه راء وصوته إر، اسمه راء وصوته إر، اسمه راء وصوته إر. نتطلع لهون، لازم نحكي حرف الإر، نخلي لساننا بيطلع لفوق، نحكي إر، بنحس لساننا بيهتز إر. يلا هلا معي بدنا نتعلم كيف بدنا نكتب حرف الإر. طلع هون يا زميلي، في البداية النقطة يجب أن تكون فوق السطر. نضع يدنا على النقطة وننزل بخط مالك تحت السطر، أيضا مرة أخرى لنكتبه سويا. يلا بنا، يلا الكل بيعمل بإيده. يلا نضع يدنا على النقطة وننزل بخط مستقيم بخط مالك تحت السطر، كمان مرة نضع يدنا على النقطة وننزل بخط مالك تحت السطر، كمان مرة نضع يدنا على النقطة وننزل بخط مالك تحت السطر، كمان مرة نضع يدنا على النقطة وننزل بخط مالك تحت السطر، أيضا نضع يدنا على النقطة وننزل بخط مالك تحت السطر، يعني مثل زحليقة هيك يا تلميذي. يلا نرفع إصبعنا لفوق، يلا انزل هاي النقطة، اعتبرها هي عندنا النقطة، يلا انزل. أحسنتم، كأنك بدك تنزل الزحليقة، برافو عليكم. هذا هو حرف الإر. حرف الإر يا تلميذي هو من عين أغلبوس. مين من الحروف اللي أخذناها سابقا من نفس هاي العين؟ أحسنتم، حرف الأو. ليش حكينا عنه من عين الأغلبوس؟ لأن إله دبوس من تحت، أي حرف بمسك فيه بشرفه وبنزل دمه، هذا هو حرف الإر. وما بمسك أي حرف بإيده من هون، لكن أي حرف مستحق إنه يمسك إيده، لكن إنه يجلسه على الصدر، يعني هيك بدنا نعمل. هيك حرف الإر متصل، لكن من هون ما ممكن إنه يكون متصل، وهذا نتعرف عليه بحصتنا القادمة. الآن في عنا الأخطاء الشائعة اللي ممكن أن يمر فيها طلاب. نطلع هاي الأخطاء، أنا ما بدي أشوفها منكم، فقط بدي أشوف هذه الكتابة اللي أنا بكون مبسوطة منكم يا تلميذي، بكون فرحانة منكم، لكن هاي الأخطاء أنا بكون إيش؟ زعلانة، ما بكون عاجبني هذا الكتابة، هاي الأخطاء أنا ما بحبها. نطلع لهم نشوف شو ممكن الطلاب الكسلانين، يعني احنا طلاب شطورين بكتب هيك، لكن الطلاب الكسلانين بكتب هيك، نشوف كيف. في البداية ممكن حدا يعملها هكذا، سير نعملها هيك صغيرة كثير مش نازلة عن السطر، لا يجب أن تنزل عن السطر. لا وإنما يجب أن تكون خط مائل، أيضا شوف في ناس كيف بعملها، حط إيده على النقطة صحيح وبنزل هيك، سر نعملها هيك يا تلميذي، لا لأنها معكوسة. هذه هي الأخطاء اللي ممكن أن يمر فيها أي طالب ما بيعرف يكتب حرف الجر، لكن إحنا الطلاب الشطورين، طلاب مسهلة، طلاب عالم النجوم، دائما
الدائرة؟ لا. ما هذا الحرف؟ إنه حرف الإب في آخر الكلمة. نضع عليه دائرة؟ لا. وما هذا الحرف؟ إنه حرف الإي في آخر الكلمة. نضع عليه دائرة؟ أيضا لا. ما هذا الحرف؟ إنه حرف الإب. إنه حرف الإب. نضع عليه دائرة. رد سويا إر. اسمه را وصوته إر. يلا مع بعض نرددوا مع بعض ونكتب مع بعض كأنك بنكتب بالهواء. يلا وإذا في عنا قلم ورقة نكتبها. يلا إر. وأهم إشي يا تمهيدي إنه لساني يكون لفوق هيك إر، نحس لساننا في هزة إر. إر. ويعطيكم ألف عافية.